بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم. حلقه جديده من برنامج الاشبال. الف مليون مبروك لمنتخب مصر الاولمبي على الاداء الرائع وتتويج منتخب مصر بالبطوله تحت 23 سنه. كل التحيه للجهاز الفني، كل التحيه للجهاز الاداري والجهاز الطبي ولاعبي منتخب مصر. فعلا منتخب مصر يستحق الاشاده من كل جماهير مصر على الاداء الرائع. كمان عجبتني الروح في منتخب مصر الاولمبي، بعيدا عن الفنيات كمان كانت الروح رائعه ما بين اللاعبين. كل لاعبي الانديه، اهلي وزمالك واسماعيلي وانبي ومصري واتحاد وانبي، ما شاء الله فعلا دلوقتي بقى عندنا جيل صاعد واعد ان شاء الله قادر انه كمان يعني يكون موجود في خلال السنوات القادمه في منتخب مصر الاول. لازم طبعا الاشاده بالكابتن شوقي غريب والجهاز الفني. كابتن شوقي غريب اللي اشتغل على العامل النفسي وكان عامل مهم جدا مع لاعبي منتخب مصر الاولمبي. كمان كل التحيه للجهاز الطبي اللي عمل استشفاء النهارده بطوله في خلال 14 يوم. لما نشوف اللعيبه بكامل اللياقه، الحمد لله ما كانش فيه اصابات غير ناصر ماهر، كل اللعيبه كانت موجوده وبكامل قوتها، فايضا تحيه للجهاز الطبي. تحيه ايضا للجهاز الاداري الدكتور علاء عبد العزيز اللي كان فيه ترتيب كبير لمنتخب مصر الاولمبي، كمان مش وقت البطوله، لا على مدار حوالي سنه ونص قبل انطلاق البطوله. تحيه ايضا للاعبي منتخب مصر الاولمبي، الروح اللي عجبتني والاداء الرائع، الاداء اللي انعكس في الملعب لكن الروح خارج الملعب كانت روح رائعه. رمضان صبحي قائد المنتخب اللي كان ليه دايما كلمات مؤثره وكلمات مهمه، رمضان صبحي اللي نضج فعلا كمان في تصريحاته في المؤتمرات الصحفيه، كان بوجه دايما رسائل مهمه للجماهير ولاعبي منتخب مصر الاولمبي. ايضا ما نقدرش ننسى يعني اصحاب الفضل في هذا الانجاز هو الجمهور المصري. جماهير مصر كلها التفت في استاد القاهره، التفت حول المنتخب الاولمبي. ما شاء الله اداء رائع من الجماهير المصريه، وكمان يعني تشجيع مثالي، فتحيه لكل جماهير مصر. دايما جماهير مصر اجدع ناس.